قول لي، امال ايه مشكلة الشيعة؟ لا الموضوع مش كده، خلي بالك. احنا بنقول ان احنا حب آل البيت شرط من شروط صحة الايمان، من شروط الايمان، بلاش اقول صحة، من شروط الايمان، شرط من شروط الايمان انك تحب النبي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه. فمن شروط الايمان انك تحب النبي، ومن شروط حب النبي انك تحب آل البيت. فسيدنا الحسين وسيدنا علي وسيدنا الحسن وستنا السيده فاطمه رضي الله عنهم، دول مش على راسنا، لا جزمتهم على راسنا، لا مش جزمتهم بس، لا ده التراب اللي تحت جزمتهم على راسنا، لا 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 مش التراب اللي تحت جزمتهم على راسنا، ده احنا نكحل بعيوننا لو دي اوامر الشرع، لو دي اوامر الشرع. الشرع بيقول ايه؟ هو ده الحب عباده. فالقضيه مش قضيه شيعه وسنه، لا ده اصل الناس مفكرينها كده حرب. قال البيت دول بتوع الشيعه، وبعدين ابو بكر وعمر دول بتوع السنه. لا 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 الوضع مش كده، لا ده قال البيت دول بتوعنا، وابو بكر وعمر بتوعنا مش بتوعنا، ده دين، ده شرع. افهموني، ها ها افهموني، ده دين، ده شرع. احنا عايزين نشوف ربنا بيقول ايه، النبي بيقول ايه، ضبط المساله، نحبهم ازاي، نواليهم ازاي، نودهم ازاي، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده، مودتهم ازاي. فالقضيه في اعتقادنا، اعتقادنا دي عقيده، ان آل البيت بيحبهم، لازم حبهم فرض، فرض زي قلت لك شرط في الايمان، بنحبهم. لكن مش معنى ان احنا نحبهم ان احنا نعبدهم من دون الله، ان احنا نفكر ان هم بينفعوا ويضر، انهم بينفعوا ويضروا من دون الله. لا، آل البيت احنا بنحبهم زي ما ربنا قال وزي ما النبي قال، بنحبهم من قلوبنا، من شغاف القلوب. يعني لما اقول سيدنا الحسين، يا جماعة عشان في حاجات بتوجع ما ينفعش تتقال، اللي يروح يقول يا سيدنا الحسين اديني ولد عشان انا ما بخلفش، يا سيدنا الحسين انا عايز اسافر سفرني، يا سيدنا الحسين انا مريض شفيني، مش ده الحب، مش دي الموالاة، مش دي المودة. انا بقول اللي بيوجع ايه بقى هنا، اللي بيوجع ان انا اقول ان سيدنا الحسين لما كان في كربلاء مع 70 من آل البيت لما قتلوهم ودبحوهم، ده اللي بيوجعني. كان سيدنا علي زين العابدين، علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، سيدنا علي كان مريض بالحمى، وسيدنا الحسين ما قدرش يجيب له كوباية مية، ما قدرش، ما قدرش. تقول له انت النهاردة يا سيدنا الحسين دخلني الجنة، ينفع؟ الحب ان انا بحبهم من قلبي، كل ما اذكرهم اترضى عنهم، ادعي لهم. وكتير يقول لي تدعي لهم، انت مين انت عشان تدعي لهم؟ بقول له يا اخي ده سيدنا النبي طلب مننا ان احنا ندعي له، صح؟ مش قال كده؟ صلوا علي ثم سالوا الله لي الوسيله. يبقى هو طالب مننا ان احنا ندعي له، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى ادعي لاصحابه وادعي لآل البيت. ثم